منتخب مصر اللي نجح انه يتوج بكأس العالم لكرة السرعة بالعلامة الكاملة، ودي تعتبر النسخة من البطولة. النسخة دي هي الدورة ال35 واللي شارك فيها حوالي 13 دولة من حول العالم. طبيعي ان احنا ناخد المركز الاول في كل حاجة، لان كرة السرعة دي لعبة مصرية خالصة، ده ابتكارنا وده اختراعنا واحنا اصحاب هذه اللعبة. معانا على تليفون كابتن علي جمعة، المدير الفني للمنتخبات المصرية لكرة السرعة. يا كابتن علي صباح الفل والف الف مبروك. صباح الخير جوبانا، صباح الخير محمد، صباح الفل عليكم وعلى كل المصريين، ومبروك ليكم ولكل المصريين يا رب. أهلا. يا رب. طيب احنا عايزين نتكلم اكتر عن الميداليات اللي حصل عليها منتخبنا في هذه البطولة العالمية، وطبيعة المنافسة كانت عاملة ازاي؟ هي البطولة كانت للكبار وللناشئين، والحمد لله مصر حصلت على العلامة الكاملة في الناشئين بالفوز بسبع ميداليات ذهبية، وايضا بالفوز بتسع ميداليات ذهبيه في الكبار، برضو حصلت على العلامه الكامله بفضل اولادنا ويعني مجهودهم، والحمد لله كانت بطوله رائعه تنظيميا، وحضرها معالي الوزير الدكتور اشرف صبحي، واثنى كثير على التنظيم وعلى المجهود الكبير اللي بذله مجلس الإدارة واللجنة المنظمة، مجلس الإدارة برئاسة النائب أحمد الخطيب. كان بصراحة كانت بطولة أكتر من رائعة تنظيميا وفنيا ومهاريا، كانت حاجة جميلة أوي في حب مصر يعني. طب يا فندم لو تكلمنا عن الفعاليات اللي شهدتها البطولة، المنافسات يعني، خاصة انه زي ما كنا بنتكلم انه في بالفعل عدد كبير من الدول المشارك في المنافسات. هي الدول يعني اللي كانت مشاركة اذكر منها بولندا وفرنسا وألمانيا والكويت وتونس والمغرب الهند والعراق، وطبعا بجانب الدولة المنظمة بجانب مصر يعني. الإيفنتات اللي اتلعبت عندنا اللعب السولو بنين وبنات، الحمد لله خدنا في المركز الأول، اللعبة سلمى بسام واللاعب محمد إبراهيم ناجي اللي مثلونا. اللعب الفردي بنين وبنات فاز بيه اللاعب حازم ياسر، واللاعبة حبيبة سامح. لعب زوج المختلط اللاعبة منى الحديدي واللاعب نور اسماعيل. لعب زوج الرجال اللاعب عمر نجاح واللاعب يوسف نصر، ومثلنا في التتابع عمر شريف وميار اشرف وشيماء عبد العظيم ووسيم اشرف. وطبعا برضو مثلنا في الناشئين في اللعب السولو اللاعبة سندي تامر، واللعب الفردي اللاعبة علا عبد العظيم، واللعب السولو بنين اللاعب علي شبانة، واللعب السولو بنات اللاعبة سندي تامر. في اللعب الزوجي الأنسات كانت اللاعبة خديجة علا عبد العظيم واللاعبة ليلي أمين، ولعب المختلط كان اللاعب زياد وليد واللاعبة خديجة صلاح، ولعب زوجي الرجال كان اللاعب ابراهيم اشرف واللاعب محمد عبد الغفار، وطبعا محمد عبد الغفار برضه مثلنا في اللعب الفردي وفاز بيه بمستوى رائع. كانت بطوله الحمد لله يعني متقاربه بالنسبه للدول غير مصر، متقاربه فنيا يعني، فاز بالمركز الثاني بولندا، والمركز الثالث تونس، والمركز الرابع المانيا، والمركز الخامس فلسطين، والسادس والسابع والثامن جم العراق والمغرب والكويت. طيب كابتن علي ازاي بيتم تأهيل للشباب لمثل هذه البطولات العالمية؟ طبعا سؤال جميل. احنا عندنا موسم من اقوى المواسم، الموسم المحلي بتاعنا بيبقى من اقوى المنافسات على مستوى العالم، الموسم المحلي. طبعا بيبقى فيه بطولات كاس مصر وبطولات تأهيل، أكتر من أربع بطولات غير بطولة الجمهورية. اللعيب لازم ياخد البطولات دي ويحصل على رانكينج، فطبعا بيبقى متنافس في البطولات دي أكتر من 1700 لاعب ولاعيبة بننتقي منهم أو بيوصل منهم لتصفيات المنتخب 80 لاعب ولاعبة في الكبار و40 لاعب ولاعبة في الناشئين.
بيتم تصفيتهم على مدار أكثر من 3 أسابيع، بيتعمل لهم منافسات بينهم وبين بعض، واللي بيصل فيهم هو اللي يعني بيشرف بتمثيل منتخب مصر. في الآخر قوام المنتخب بالنسبة للناشئين بنختار 4 لاعبين و4 لاعبات، بالنسبة للكبار بنختار 8 لاعبين و8 لاعبات، دول اللي بيصلوا للتدريب يعني لتمثيل مصر في البطولة، وبعد منها بناخدهم في معسكر مفتوح لمدة 2 أسبوع، وبعد منها معسكر مغلق لمدة 1 أسبوع، وناخد بقى البطولة بيهم. يعني الأولاد بيخضعوا لتدريبات عالية جدا، عشان كده ده اللي محافظ على مستواهم المهاري والبدني والفني. طب ده عظيم جدا. هل كل الأندية عندنا في مصر بتهتم بهذه اللعبة؟ والله احنا عندنا تقريبا 24 نادي على مستوى اكثر من 16 محافظة. اقوى الأندية اللي يعني بتهتم او بتمارس كرة السرعة نادي الرواد بالعاشر من رمضان، نادي هو بطل الجمهورية كبار وناشئين، بيليه نادي هليوبلس، بيليه نادي الدسوق برضو مستوى يعني جامد جدا في الناشئين والكبار، بيليه نادي القناة، بيليه نادي الصيد، نادي المقاولين العرب، نادي الزهور، نادي وادي دجلة، نادي الإسماعيلي، نادي هاي قناة السويس، نادي سموحة، نادي المعمورة في اسكندرية. العديد من الأندية يعني بتمارس كرة السرعة على مستوى عالي، وبتقدم يعني أبطال جدد سنويا كتير جدا، وده اللي عامل لنا يعني القوة المهارية الجبارة في المنتخب. طيب كابتن علي، هل في مواعيد دورية بيتم إقامة البطولة فيها بشكل سنوي، ولا بتكون حسب ظروف التنظيم كل سنة؟ لا، احنا عندنا بطولة العالم سنوية بتقام في إحدى الدول، زائد عندنا بطولة عربية أو بطولة إفريقية، زائد بطولة عربية للأندية وإفريقية للأندية، زائد بطولات العالم المفتوحة يعني. طيب كابتن علي، خلينا نرجع ورا شوية ونعرف تاريخ اللعبة من 1960. كنت لسه بقول لجمانة دلوقتي إن اللعبة دي بتاعتنا، إحنا اللي طلعنا اللعبة دي، عندنا براءة اختراع في هذه اللعبة. فلو نكلم برضو الأجيال الجديدة اللي ما تعرفش عن تاريخ اللعبة ومتخيلة إن هي مجرد لعبة بنمارسها على الشط وخلاص، فحضرتك تقول لنا عن تاريخ اللعبة وقواعدها كمان. لا، دي طبعا لعبتنا لعبة مصرية صميمة، ابتكرها المهندس محمد حسين لطفي في الستينات، وكان سببها كان ابنه الكبير كان بيلعب تنس، وكان حابب يعني يقويه في التنس. انا بتكلم عن الفكرة جت منين سريعا، حابب يقويه في التنس الارضي، فجاب كرة تنس وعمل فيها ثقب كده وحط فيها سلك وربطه في قائم، يعني بدأ يعني يخليه يضرب ضربات أمامية، ضربات خلفية. من هنا بدأت فكرة كرة السرعة، اللي هي بدأت في الأول بالبيتش بول اللي كانت على الشاطئ، اللي هي عمود وفي جاي من فوق الكرة تتضرب تطلع للآخر وتنزل تاني، وهكذا إلى أن تم تطويرها للمراحل اللي هي وصلت لها، مراحل التطوير اللي احنا وصلنا لها لحد الآن. الاتحاد المصري لكرة السرعة أنشئ 1984، الاتحاد الدولي أنشئ 1985، الاتحاد العربي أنشئ 2007، الاتحاد الإفريقي أنشئ 2011. يعني طبعا كابتن علي، احنا بنحيي حضرتك كمان وبنحيي كل لاعبينا ولاعباتنا، ويعني ألف 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 مبروك ودايما من نجاح لنجاح. نشكر حضرتك شكرا جزيلا كابتن علي جمعة، المدير الفني للمنتخبات المصرية لكرة السرعة.